الموضوع الذي تم بين الكويت والسعودية تم في الجزء الجنوبي من حقل الدرة. في إطار آخر مستجدات ملف حقل الدرة، جدد بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والكويتية الدعوة للحكومة الإيرانية لعقد مفاوضات مع الدولتين الخليجيتين كطرف تفاوضي واحد، فيما شدد البيان على أن البلدين الخليجيين لهما الحق في استغلال الثروات الطبيعية في الحقل. وتجدر الإشارة إلى أن إيران لم تلبي دعوات السعودية والكويت للتفاوض حول الحقل، وذلك بحسب بيان الخارجية السعودية. وفي التفاصيل يجيبنا الإعلامي والباحث السياسي عباس ظاهر في حديث خاص للجديد KSA عن معنى هذه الدعوة في هذا التوقيت الحساس تحديداً. إن دعوة اليوم السعودية والكويت لإيران للتفاوض مع حول حقل الدرة وتقسيم حقل الدرة، أولاً يؤكد أن المنطقة، أن الأقليم يريد التفاوض حول كل الملفات الخلافية الموجودة في ظل هذه التحولات العالمية الجديدة. يريد الإقليم اليوم أن يضع كل ملفاته على الطاولة، لأن كل الأطراف اليوم تستعد من أجل مواقف تفاوضية جديدة تواكب ما يجري في الإقليم وما يجري في العالم. ويفسر ظاهر الدعوة السعودية والكويتية كطرف واحد في المفاوضات قائلاً إن ثانياً إن الساحات المشتعلة تستعد أيضاً للتفاوض، وكل طرف اليوم يعطي من أجل أن يأخذ ملفات أخرى. وأعتقد أن هذه الورقة التي رفعتها السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد هو يعكس وحدة الموقف الخليجي تحديداً حول التفاوض مع إيران حول كل العناوين الخلافية. ومن الطبيعي أن يكون الموقف السعودي والكويتي لأنهم ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي ولإبراز الوحدة الخليجية العربية في هذا الملف، ومن أجل كسب أكثر ورفع ملف التفاوض إلى أرفع مستوى. وعن موقف إيران كشف الإعلامي عباس ظاهر أن بالنسبة إلى إيران تقبل أم لا تقبل، هي سوف تكون منفتحة، لا تستطيع أن ترفض التفاوض بأي ملف وأي عنوان رغم حساسية هذا حقل الدرة تحديدا. ولكن أعتقد أن لا سبيل إلا بالحوار والتفاوض وتقديم مشاريع حلول، لأن المنطقة كلها مستعدة للدخول في هذا المسار على وقع التحولات الجيوسياسية في العالم. وختم الإعلامي عن احتماليات تقسيم هذا الحقل مشيرا إلى أن كيف سيقسم حقل الدرة هو خاضع للتفاوض ولا يستطيع أحد أن يتنبأ على أساسه. كل فريق، كل طرف إذا حصل التفاوض سيقدم أوراقه من أجل تحسين شروطه وكسب مساحات وثمار أفضل. هذه هي طبيعة التفاوض بين الدول.